هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام نأتي بكم إلى ملخص هذا اليوم الأول من أكتوبر، وسيارات الخمس وتسعيرة هيجين الرياسة، جمايل سعيد بن مظفر بن محمد العامري صاحبة أول أشواط هذا اليوم، تهانينا والناموس، وأيضا شكرا لهيجين الرياسة على هذا الدعم الكبير. 4:23 وسبع أجزاء من الثانية، تهانينا لأيضا سعيد بن مظفر بن محمد العامري. بينما شوطنا ثاني والخاص بالجعدان، الحدث الأكبر والأبرز من نوعه كان هو راهي لمحمد بن مبارك بن محمد المنصوري، حيث حقق التوقيت الأفضل وأيضا انتقل إلى المركز الأول بالأداء الجميل والرائع. هنا مشاهدين الأعزاء ب4:19 وسبع أجزاء من الثانية، ما شاء الله تبارك الله، صاحب أول أشواط الجعدان هنا ضمن انطلاقات أشواط السيارة الخمس. بينما شوطنا الثالث انطلقت فيه مشغلة لمبارك بسويد بقران المنصوري، فتواجد أيضا إنتاج المختبر من خلال هذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير، فكان مبارك بسويد بقران المنصوري مع الموعد أيضا والانطلاق الكبير. 4:27 أيضا بالوفاء والتمام والكمال بتواجد صبيح بن سالم الغيلاني من خلال هذا الأداء. بينما شوطنا الرابع انطلق فيه لفان، فلف في الأمتار الأخيرة لمحمد بن سيف بن حميد الشامسي، فتدخل في الأمتار الأخيرة حمل الرقم 142 ليكون أحد المشاركين في هذا الشوط والمنتزعين لهذه السيارة ب4:28:06 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. خامس أشواط هذا اليوم، والسيارة الخامسة ذهبت مع مفنودة لحامد بن سعيد بن محمد الهديوي بقيادة داود بن سليمان التبعي القادمة من ميدان الفتح هناك بولاية المضيبي، لأكد أبناء السلطنة هذا التواجد وأبناء أيضا سيح الضبا، ليكون أيضا مع مفنودة حامد بن سعيد بن محمد الهديوي. ما شاء الله تبارك الله، وكان رصيده في سن الفطامين سيارة بالفعل. 4:24 سبع أجزاء من الثانية، تهانينا للهديوي على هذا الفوز والانتصار. شوطنا السادس وبداية انطلاقتنا السادسة كانت هناك ميسورة وسلالة ميسور بالفعل وإنتاج المختبر، أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري استطاع بالفوز والانتصار في هذا في هذا الشوط، وأيضا انطلق من خلال هذا التواجد ب4:29 ثلاث أجزاء من الثانية. بينما شوطنا السابع قدموا أبناء الباطنة بن السلطنة ليأكدوا بأن أيضا تواجد سلالة المختبر مع مجد أيضا ينحدر من سلالة مجد المختبر، ويأتي فيصل بن محمد بن سالم الجابري القادم من الباطنة من ولاية صحار، ليؤكد بأن تواجد مجد متواجد ب4:31:03 من الثانية. بينما شوطنا الثامن انطلقت فيه أخيرا لتواجد أيضا أبناء بدية من السلطنة، يتواجد علي بن حميد بن خميس اليديلي مؤكدا هذا التواجد، مؤكدا هذا الانطلاق مع خيرة بأداء رائع ورتم جميل. هنا تأتي في خيرة ب4:32 ثلاث أجزاء من الثانية. بينما شوطنا التاسع انطلقت فيه خيال لتؤكد بأن عبد الله بن علي بن مكتوم هو من يتواجد في هذا الشوط، ويؤكد بأن تواجد خيال من خلال هذا الاندفاع الكبير. تهاني للنيبي على هذا الفوز والانتصار من خلال هذا الشوط ب4:37 أربع أجزاء من الثانية. عاد العملاق العناوي مرة أخرى في عاشر أشواط هذا اليوم ليقدم السلالة الصغانية عبد الله بن مظفر بن محمد العامري، مؤكدا هذا التواجد والانطلاق الكبير والاندفاع حينما طلب جولة الأوامر النهائية إلى خط النهاية، اندفاع رائع وجميل برفقة سعيد بن مظفر بن محمد العامري، مؤكدا هنا 4:22 وجزءا واحدا من الثانية. بينما شوطنا 11 عادت سلالة المختبر مرة أخرى لتنطلق فيه غازي لأحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، مؤكدا هذا التواجد ومؤكدا هذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير من خلال تواجد هذا الشعار، كما قدم أيضا ميسورة يأتي مع غازية في هذا الشوط ب4:30:09 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أيضا شكرا لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم هذا الشوط. بينما شوطنا 12 قدموا أبناء منجم السبك ليؤكد عبد الله بن سعيد بن محمد الغبيلي وجود الظفرة في الأمتار الأخيرة هنا، مؤكدا هذا التواجد وهذا الشكل الجميل والانطلاق المميز. أيضا التحية لإبراهيم بن سعيد بن محمد الغفيلي على تقديم هذه النوعيات الفاخرة والرائدة دائما في عالم سباقات الهجن بما يأتي أيضا بالنوعيات الجميلة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. 4:30 تسع أجزاء من الثانية.
بينما شوطنا الثالث عشر عادت سلالة المختبر مرة أخرى لتباشر من بداية الموسم، ويأتي ناصي لمبارك بن ناصر بن عبدالله الخليفي مؤكدا هذا التواجد، ومؤكدا أيضا تواجد صبيح الغيلاني، مؤكدا هذا الاندفاع الكبير والتحدي المثير. هنا مع ناصي ما شاء الله تبارك الله، حينما طلب منه جولة الأوامر النهائية انطلق انطلاقة صاروخية بأربع دقائق 31 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. بينما هنا شوطنا الرابع عشر قدموا أبناء القوع، وأتى أبو داود مع الراسية العلي بن سالم بن علي أبو داود الدرعي مؤكدا تواجد الراسية في الأمتار الأخيرة لترسو إلى بر الناموس والفوز والانتصار، مهدي أهالي القوع هذا الفوز والانتصار بأربع دقائق وثلاثين ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا الخامس عشر وصل فيه الخروف، فكان ناجم بن علي بن راشد الغيلاني أحد النجوم البارزة في عالمنا الأصايل هنا يتواجد ويقدم هذا الاسم من خلال هذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير بأربع دقائق 32 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لأبو علي ناجم بن علي بن راشد الغيلاني على هذا الفوز على هذا الانتصار. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، حيث قطع مسافه السباق اربع دقائق 32 ثانيه وفاء وتماما وكمالا. عوده اخرى للشعار العملاق العناوي ليقدم حربه عبد الله بن مظفر بن محمد العامري، هنا حربه تاتي في شوطنا السادس عشر وتنطلق بكل قوه واداء رائع وجميل. يؤكد ايضا سعيد بن مظفر العامري بان الجاهزيه هنا في انطلاقه موسم 2015-2016 والاول من اكتوبر، اربع دقائق 28 ثانية وتسع اجزاء من الثانية. بينما شوطنا السابع عشر عاد مرة اخرى العملاق العناوي ضائفا النقطة الرابعة ليكون الدكتور هو الطبيب في هذا الشوط، دكتور الناموس والفوز مهديا اهالي المسعودي رابع نقاط هذا اليوم باربع دقائق 29 ثانية وثلاث اجزاء من الثانية. تهانينا للعملاق العناوي ايضا مظفر بن محمد بن خموش العامل الدعم الرسمي لهذا الشعار من خلال هذه الانطلاقات الكبيرة والتحديات المثيرة. أربع دقائق 29 ثلاث أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الثامن عشر أتوا أهالي العين ومنطقة الطوية ليتواجد سيل بن محمد الحب العامري، يأتي ابن المحلل هنا ليكون أحد الفائزين مع الذهبة والأسماء القوية التي يمتلكها أيضا بالحب من خلال هذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير بأربع دقائق 29 ثانية سبع أجزاء من الثانية. بعدما كانت الإثارة والقوة والحماس من شعار بالعكوي، ولكن أكد بالحب هذا التواجد بأربع دقائق 29 ثانية سبع أجزاء من الثانية. بينما شوطنا التاسع عشر قدموا أبناء قريحة مع شاهين خالد بن الشرقي بالحرسوسي الوهيبي القادم من الباطنة، هنا ليؤكد بأن شاهين متواجد على هذا الفوز والانتصار. هنا شاهين القادم مع بالشرقي بأربع دقائق 29 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. سلام يا الباطنة سلام على هذا الفوز والانتصار. شوط الختام يأتي كما أيضا بدأ بشوط الأول مع جمايل، تأتي النشلة هذا الاسم الكبير والاسم التراثي الذي له عشق كبير مع راعي صوغة ليعشق هذا الاسم، ولكن هذه هي النشلة يا غسان وليست حربة. النشلة للعملاق العناوي سعيد بن مظفر بن محمد العامري، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. قدم جمايل وصغان وأيضا حربة والدكتورة والنشلة، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. تحية أيضا للعملاق العناوي وبالأخص ناموس النشلة في هذا اليوم. أربع دقائق 27 ثانية وفاء وتماما وكمالا. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعي قناة ياسر الرياضية شاهدنا 20 شوطا في مقدمة خمس الأشواط الرئيسية هناك بالسيارات، وأيضا تسعيرة هجن الرياسة المرافقة في اليوم الثاني على التوالي. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا اليوم. شكرا للزميل المخرج أسامة الهواري، شكرا أيضا لإبراهيم الزرعوني، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف التعليق، شكرا يوسف بن قاسم البلوشي. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام كنا معاكم في هذا اليوم مع سن الحجايج ومع انطلاقة أشواط أبناء القبائل 2015-2016. فأنتم مع الموعد بإذنه تعالى في يوم الغد أو في هذه المساء مع حجايج أصحاب السمو الشيوخ في الساعة الثالثة، ويوم الغد بإذن تعالى مع سن اللقاية وفي مقدمتها الخمس سيارات وأيضا عاصمة الميادين ترحب بالمشاركين.